ابو تريكه. انت عارف انا اكبر من ابو تريكه بكذا سنه، مش عايز اقول لسه صغير نفسك ده انت لسه صغير. فكنت قاعد اشوف ابو تريكه، لان كنت بشوف ابو تريكه ازاي يا احمد، انا دايما اقول اشوف النجم ازاي اللي ربنا دايما لما يبدا ان هو يتعصب شويه ربنا يروح مطلعه جامد قوي في ثانيه. فانا عايز اشوف السر، ما انا شايف ابو تريكه عادي اللي انا بشوفه عادي قدامي، فعايز اشوف السر. كنت اشوفه مثلا هو بيصلي ازاي، بيقعد مثلا بيقرا ايه في المصحف هو الجمعه، واخد بالك؟ انت مراقبه كده؟ لا انا بشوف واشوف وائل جمعه، انا كنت بحبهم جدا طبعا، ابو تريكه تحديدا كمان، لان انا اتعاملت معاه في حاجات ما ينفعش اقولها على الهوا، يعني حاجه لا توصف يعني بالظبط. فمره قلت له ايه، معلش يا تريكه بقى انا اقول بس دي ما فيهاش حاجه يعني، مره قلت له ايه، مفيش حد بيعكسك. قال لي يا ابني اتقي الله. قلت له عارف ابو تريكه بيتكسف، قلت له لا بجد والله. قال لي والله حد عاكسني امبارح. قلت له طب قول لي يعني فرحني كده، حسسني ان في حاجه. قال لي لقيت حد بعت لي انت محمد؟ فقلت له اه. قالت لي انت محمد محمد؟ قلت له اه. قالت لي انت محمد محمد محمد؟ فقلت له اه. فمستنيه بقى يتكلم، قلت له بعدين. قال لي خلاص يا كده عكسته والله العظيم احمد. فانا قد ايه هو شفاف من جوه. اه طبعا. فانا سبته ومشيت طبعا. قال لي يا ابني انت لا، ما انت لازم تمشي بعد الافيه ده، لازم تمشي وتسيبه، ما ينفعش تكمل. اه والله العظيم. فقد ايه هو شفاف من جوه طبعا، قد ايه هو واحد فعلا كل دماغه ان شاء الله ان شاء الله الدنيا تتصلح ونور الدنيا تاني. خلينا نرجع تاني لحمد.